مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا اليوم في مباراة النادي الفيصلي مع مغير السرحان، جايين نشوف الجماهير شو توقعاتهم وارائهم وردود فعلهم اثناء وبعد المباراة، فخليكم يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شو توقعاتك اليوم للمباراة؟ يعني ان شاء الله 5-0 او 3 يا رب. لمين؟ اكيد للفيصلي. وانت كمان شو توقعك؟ للفيصلي يعني. ما متوقع غير للفيصلي يعني. يلا ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله بالتوفيق. دورينا يا رب. كل عام. الله يعافيك. هلا صديق. عرفنا فيك. انا اسمي انس الحرسيس، عضو رابطة جماهير نادي الفيصل. من وين جاي اخ انس؟ انا جاي من عمان، من حي الطفايج. ونعم سيدي. في ظل التعثرات الاخيره للنادي الفيصلي سواء بالدوري مع الرمثة او خروجه زي ما تقول بركات الترجيح مع الوحدات، شو توقعاتك اليوم للمباراه؟ توقعات اليوم باذن الله 2-0 للفيصلي والطريق نحو اللقب هاي المباراه باذن الله. ان شاء الله يا رب. الله يوفقك. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. نتعرف فيك. طارق فضلي. من وين جاي اخ طارق؟ من الخلديه. اختارك في ظل التعثرات الاخيره للنادي الفيصلي، شو توقعاتك اليوم لنتيجه المباراه؟ ان شاء الله باذن الله 3-0. واجمل تحيه من جماهير نادي الفيصلي لنادي السرحان خوال الوالد خوال ابوي. اسبوع جاي مع الوحدات باذن الله 3-0 كمان ان شاء الله. الفيصلي يعود من الباب الكبير بعد التعثرات الاخيره، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ هو الفيصلي الحمد لله رب العالمين، هو ما تعثر كثير يعني، هي تعادل مع مباراة الرمثة وتعادل مع الوحدات بالكأس، والحظ أجاب الركلات الترجيحية، ولكن الفيصلي دائما موجود وإن شاء الله بحصل على بطولة الدوري 35، وأنا هذا بسميه بطولة دوري جمهور 35 إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله بعد الدوري إن شاء الله إحنا بنطلع على آسيا إن شاء الله تعالى. الأسبوع الجاي مع الوحدات إن شاء الله تعالى. الفيصلي عنده إمكانيات وعنده فنيات تفوز إن شاء الله تعالى باذن الله تعالى ان شاء الله. بالتوفيق. بالتوفيق يا رب. اي شيء بدك اياه. شو بدك اياه؟ اسالها. انت بتشجع الفيصلي؟ رسالتك للاعبين؟ ياخذ الدوري ويفوز ان شاء الله. الله يقويهم. الفيصلي بعد التعثرات الاخيره يعود من الباب الكبير بالفوز على مغير السرحان، وخاصه الاسبوع الجاي كمان في لهم مباراه مع الوحده، شو تعليقك على هذا الموضوع؟ والله الحمد لله الف مبروك على 3 نقاط، فزنا 2-0، وان شاء الله مع مباراه الوحدات نفوز المباراه الجاي، اللي قبليها خسرنا والحمد لله، وان شاء الله دوري الفيصلي والزعيم يبقى زعيم. الاداء شو رايك بالاداء؟ والله الاداء متوسط بس الحمد لله، يعني جبنا ضربه جزاء وجول من بيتر والحمد لله. بالتوفيق يا رب. بالتوفيق. يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. خليك يا رب. الفيصلي بعد التعثرات الأخيرة أمام الرمثة والخروج من الكأس أمام الوحدات يعود من الباب الكبير، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ الحمد لله رب العالمين. فوز اليوم 2-0 إن شاء الله، بس الأداء دون المستوى. الأسبوع الجاي مع الوحدات إن شاء الله إنه الأداء أفضل من هيك، لأنه ريح لعيبة هو، إن شاء الله الأداء أفضل إن شاء الله. رسالة للاعبين. والله احنا كنا كجمهور معكم معنويا ماديا اي شيء، احنا معكم بالفوز والخساره كلنا احنا معكم ان شاء الله. الله يقويك سيدي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعطيك العافيه ربيك. الفيصلي بعد التعثرات الاخيره يعود من الباب الكبير وينتصر على مغير السرحان، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ هو انا ما اسميها تعثرات، هي كبوه حصان. صحيح. الحمد لله رب العالمين، فوز مستحق. ان شاء الله ابو عابد يستعد للمباراه القادمه مع الوحدات باداء متغير وفعل اللعيبه شويه. يعني خاص بس ملاحظتي يعني بالمرتدات. رساله للجماهير، اليوم شفنا ان الحضور الجماهيري لا يليق باسم الزعيم. والله انا جاي من عمان، من منطقه باخر الدنيا يعني بعيده شويه نوعا ما يعني، وناشد كل فيصلاوي ان يدعم الفريق لاخر رمق سواء بالخساره والفوز ان شاء الله. بالتوفيق يا رب. بالتوفيق. فيصلي يعود من الباب الكبير بانتصار على مغير السرحان، بس شفنا الاداء كان دون المتوسط. أول شيء الحمد لله على كل شيء، الفيصلي زعيم راح يظل زعيم. احنا التعثرات اللي صارت معنا ترى هاي خيرة من رب العالمين، والدوري أزرق بإذن الله والحمد لله على كل شيء. الأسبوع الجاي مع الوحدات بإذن الله 3-0 ويا أبو ثلاثة يا أبو ثلاثة. الفيصلي بعد التعثرات الأخيرة أمام الرمثة والخروج من الكأس يعود من جديد ويبرهن أن الفرق الكبيرة تمرض ولا تموت، تعليقك على الموضوع؟ بسم الله. أول شيء نبدأ، الفيصلي زعيم وجمهوره راقي، أنت اليوم شفت المباراة، شفت الأدب، ما في إساءة، وإحنا نطالب كل جماهيرنا اللي يحضر المباراة يحترموا إنه في معانا عائلات ومعانا اللاعب بالأول وبالأخير، هو لاعب يعني، أنت لما تغلط عليه أو تصيح عليه راح يفقد تركيزه، تمام؟ ومن المفرق ومن الخالدية بالأخص أحلى تحية لنادي
الفيصلي الاسبوع الجاي مع الوحدات ان شاء الله. احنا نقول ان شاء الله والفيصلي قدها، وانت زي ما شفت اليوم يا كابتن انه الفيصلي كان يلعب بروحه وفريق ان شاء الله ان شاء الله انه الدوري فيصلاوي، ومنقل من الوحدات منقل من الوحدات الصدارة. ألف 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 مبروك لنا الصدارة، وإن شاء الله إن شاء الله مبروك. إن شاء الله. ثواني ثواني.